السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونسوار بوتوس اي بيانفينو، اهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام في درسنا الجديد، الا وهو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مويان، يعني المفعول به الذي يدل او يعبر عن الوسيلة التي استعملناها للوصول الى مكان ما او لفعل شيء ما الى اخره. اذا لنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رددوا بعدي. répétez après moi s'il vous plaît et merci. leçon 39. le complément circonstanciel de moyen. المفعول به الذي يعتمد على او يعبر عن الوسيله le moyen. طبعا للتعرف على هذا المفعول به يكفي طرح سؤال au moyen de quoi ou à l'aide de quoi. أو يمكن أن نطرح سؤال كومو يعني كومو، لكن ونحن نطرح السؤال نعلم أننا الجواب سيكون فيه كلمة أو جملة تدل على الوسيلة، على الوسيلة وليس الحالة. داكوغ، لنفرق بين المفعول به الذي أخذناه في الدرس السابق ألا وهو الحال، وهذا الدرس الذي يعتمد أو يعبر عن الوسيلة. طبعا للتعبير عن هذا المفعول به قد نستعمل بعض حروف الجر التي من بينها افيك مع دو ا او مويان دو غراس ا بفضل بار بواسطة الى اخره او عبر. ناخذ بعض الامثله التي ستوضح اكثر هذا المفعول به. المثال الاول اكزامبل جو تو بريفياندري دومان بار تليفون. اعطيكم ترجمه الجمله. انا préviendrai يعني أعلمك، تو يعني أعلمك أو أعلمك، je te préviendrai أعلمك سأعلمك أو سأعلمك demain غدا par téléphone. يعني je te préviendrai demain comment باستعمال أي وسيلة أو au moyen de quoi أو à l'aide de quoi أو نوتيليزون كوا يعني باستعمال ماذا. الجواب بكل بساطة باغ تيليفون يعني عبر الهاتف. سأعلمك غدا أو أعلمك غدا عبر الهاتف أو بواسطة الهاتف أو بالهاتف مباشرة. أعزائي الكرام، هنا طبعا لم ندرس بعد الأوقات أو الأزمنة في اللغة الفرنسية، لكن إشارة بسيطة je te préviendrai. préviendrai هو le verbe prévenir، يعني فعل prévenir في المصدر هنا في المستقبل البسيط. المستقبل البسيط je te préviendrai demain. لاحظوا demain دل على الوقت يعني غدا. je te préviendrai demain سأعلمك أو أعلمك غدا عبر الهاتف. الجملة الثانية أمال جو أو بيانو. أمال تلعب على البيانو، تلعب على البيانو أو بيانو. أمال جو comment ou à l'aide de quoi ou en utilisant quoi. le piano bien sûr. idan au piano huwa le complément circonstanciel de moyen. لاحظوا دائما هنا اما استعمال الالات يعني الات البيانو، استعمال الهاتف، وسنرى وكذلك يمكن ان يعبر عن استعمال وسيلة النقل، يمكن أن يدل على المادة المستعملة في الشيء إلى آخره. طبعا المثال الموالي il voyage toujours en train. هو يسافر دائما عبر القطار. يعني il voyage toujours comment يعني باستعمال أي وسيلة نقل أو بأي وسيلة. الجواب هو en train بواسطة القطار. إذن en train هو le complément circonstanciel afwan le complément circonstanciel de manière en train عبر القطار او بواسطة القطار. المثال الموالي la cheminée est en marbre. يعني la cheminée هو الموقد. الموقد اي هو فعل الكينون الذي درسناه طبعا في الدروس السابقة في الحاضر او نسميه بالمضارع البسيط. اي كومو او موين دو كوا او اليد دو كوا. دونك هنا نستعمل هذا الموقد
استعملناه أو صنعناه باستعمال أي مادة، يعني يطمغ هو استعملنا مادة الرخام يطمغ. إذن أمغ هو كومبليمون سيركونستانسييل دو موين، هنا الوسيلة أو المادة التي استعملناها لا ماتيير هي الرخام. نكمل أعزائي مع المثال الموالي. Elle écrit son nom avec son crayon préféré. يعني هي تكتب اسمها avec son crayon préféré، لا نقول مع قلمها لكن بواسطة، يعني avec هنا تعبير في اللغة الفرنسية في استعمال حرف الجر avec، لكن الترجمة الصحيحة والمقابلة في اللغة العربية سيكون بواسطة قلمها الرصاص المفضل son crayon préféré. son crayon قلا بواسطة قلمها المفضل préféré هي المفضل، تعني المفضل. إذن هي تكتب اسمها بواسطة أو باستعمال أي وسيلة، إذن avec son crayon préféré بواسطة قلمها الرصاص المفضل. لنتمم مع آخر مثال. Je le pris par le bras. أنا أخذته بواسطة le bras الذراع، يعني أخذته بواسطة أو يعني أخذته بواسطة الذراع، يعني je le pris. je pris quelqu'un، يعني je le pris par le bras، يعني الذراع، يعني باستعمال أي جزء من الجسم باستعمال الذراع، يعني par le bras بواسطة الذراع. إذن par le bras هو le complément circonstanciel de moyen. هنا الجزء الذي استعملته لأجذب عندي أو أخذ عندي هذا الشخص أو هذه الشخصية هو الذراع. طيب، أتمنى أن يكون هذا الدرس واضحا لكم أعزائي الكرام. J'espère que ça vous plaira et ça sera très facile pour vous. Si vous avez des questions, des propositions, toujours je suis à votre disposition entière avec plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas vos commentaires et لا تنسوا اشتراكاتكم ومشاركتكم لهذه المقاطع التعليمية المتواضعة لمحبي تعلم اللغة الفرنسية، وكذلك لا تنسوا ميزة الجرس، الضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد مني إن شاء الله، لأن فعلا سيكون هناك جديد خاصة للمقبلين على طلب العمل في مؤسسات أجنبية، ستكون لهم بعض المقاطع التي سيستفيدون منها شيء بشكل كبير جدا. طبعا إذا كانت لكم كذلك مقترحات لبث مباشر عبر الهانج أوت من أجل طرح أسئلتكم بخصوص دروس ما أو مقاطع أو كلمات أو شيء من هذا القبيل، فمرحب بهذا الاقتراح إن شاء الله. شاكرة لكم حسن الإصغاء والمتابعة. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était votre sœur qui vous aime beaucoup avec mes respects. À la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.